أهلاً بكم في قناتنا My Barbie World. إذا عجبتكم الحلقة لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب. والآن استمتعوا بالحلقة. شكراً لمقيماتنا الثلاث لاشتراكهم في هذا العرض. والآن نقول لكم تصبحون على خير. أخيراً لقد انتهى. أنني أشعر بالتعب كثيراً. ها؟ لماذا الباب مفتوح؟ كين ماذا بك؟ انظري المصيبة التي في الأعلى. أوه يا إلهي ما هذا؟ أين تشوفي؟ تشوفي أين هي؟ أوه يا إلهي باربي، هل يمكنك أن تدعينا لوحدنا فقط نحن الأطفال؟ أوه على أي حال أنا كنت أذهب لكي أستريح. هل أنا أحلم أم لا؟ سكيبر اصفعيني. إنني لا أحلم سكيبر، قلت اصفعيني لا ترفسيني. أوه يا إلهي نحن سوف نذهب إلى المطبخ. نعم نحن جائعين يا أنت جائعة يا تيفاني؟ نعم هيا نذهب لغرفة المعيشة. ما في كارلوس بيتزا، ما في. إنني مرهقة. هيا فلننفذ الخطة. انظري يبدو أن لديه كثير من الأطفال في المنزل. أكيد هذا مشروع البيبي سيتينج. سأذهب لكي أبحث عن كلبتي. حسناً لا تأكل كل الطعام والكعك عني. حسناً هيا 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 كله كله. لكنها سوف تعرفنا، دعينا نتغطى. ساعديني يا صغيرة، إنني لا أقوى على المشي. شكراً، إنك حقا فتاة طيبة. لذا تعالي سوف أعطيك هدية من عندي. اتبعيني، لدي الكثير من الحلويات في سيارتي. أحب الحلاوة، هل هي الحلاوة الحامضة؟ سوف نرى. هيا نأخذ الصندوق. هيا ننقل الصندوق. مرحبا نايومي. مرحبا أم جميل. أنا حقا أشتهي الحلوى، ولقد سمعتكم تقولون أن هناك حلوى في هذا الصندوق. ها؟ لا، كنا نمزح. لا، أنا قلت بالتأكيد هناك حلوى لديكم. ابتعدي قليلا، دعيني أرى الحلويات. لا، ليس هناك حلويات. ليس هناك شيء. ماذا بك لقد توترتي؟ ابتعدي هيا. ماذا بكم؟ أريد الحلوى. لا هذه الحلوى تفضلي. يعدك فارغة تخصين علي أنت. قلعي أنت أيتها الطويلة. اذهبوا. ها هو ابنك لقد وصل. ها ابني جميل يا إلهي. أين فيوه. كيف سينكشف أمرنا؟ تأخرت تشيلسي، أين هي؟ إنه وقت النوم. أين تشيلسي؟ لقد ذهبت إلى الأسفل إلى الحديقة لكي تبحث عن كلبها، لكنها لم تعود. لقد ذهبت منذ ساعة تقريبا. ساعة؟ يا إلهي لابد أن هناك مصيبة في الأسفل. تشيلسي انظري لباربي الغبية التي تبحث عن أختها. عزيزتي ما رأيك أن نخطفها معها؟ نعم. مرحبا، يمكنك مساعدتي على المشي أيتها الشابة الجميلة. هل رأيت طفلة صغيرة شقراء؟ لم أرها. حسن سأساعدك. إلى أين أنت ذاهبة؟ بذلك الاتجاه. حسنا شكرا، أنت حقا طيبة. أريني وجهك. نايومي يا إلهي تعالي، أما أنت خائفة؟ بالتأكيد أنت سبب باختفاء تشيلسي. أين لقد أخذتيها؟ من تشيلسي؟ من تشيلسي؟ أنت تعرفين من تشيلسي؟ إنها أختي الصغيرة. إنها في الإسعاف. ها؟ نعم قد وديتها للإسعاف، لقد رأيت أن قدميها مكسورة. باربي عن ماذا تبحثين؟ أنت من خدعني وقال أن قالت قلتي أن ابني لقد وصل، وذلك الصندوق مليء بالحلوى قلتي. أين الحلوى؟ أريني الحلوى، أعطيني. لكنها مغلقة.
الغبية عندما صدقتها. أها، ما ذلك الصندوق؟ ما الذي فيه؟ هناك تشيلسي انا هنا، لا تخافي لا تخافي يا تشيلسي. كابي؟ نعم سوف اؤدبك لانك طردتيني من بيتك. هيا اذهبي عند اختك. لا ستيسي، هل رايت ذلك؟ ماذا؟ لقد احترقت البيتزا مره اخرى. لا باربي، انها وضعها بداخل الصندوق، وتلك التي ضربتني الخادمه القديمه. ماذا؟ أين؟ باربي! لحظة، سوف يروني وسوف يخطفوني معهم. سوف نادي أحد. سكيبر، إن باربي في خطر! أوه، ماذا تريدين ستيسي؟ لو أغسل المقالب أيضاً، لا تكوني مثل تشيلسي. أنا لا أم أقربك يا سكيبر، حقاً، أنني أقول الحقيقة، انظري هناك! دعينا نأخذ أحداً معنا، نحن ما زلنا صغار. الخادمة جيسيكا، هل يمكنك أن تأتي؟ شعري كان! كان بسرعة! ماذا بكم؟ كنت نائم! تعال ساعدنا، باربي مخطوفة! باربي، على مقالب هذه الصحيفة. أنا لا مقلبك، جيسيكا هي من رأى ذلك. نعم، أنني لقد رأيتهم يحملوها ويضعوها في صندوق. تعالوا تعالوا هيا بسرعة. أو لا أنتم صغار ابقوا. سوف نخسر كل المتعة. هيا سكيبر. واو، دعيني نقفل الباب. انظر يا كين، إنهم هناك. من هناك؟ من يخرج؟ مياو مياو. إذا مياو ها؟ جابي هنا يومي؟ انقلعي أيتها الغبية. تخلصنا من واحدة والآن الثانية. تريدين أن أقتلك؟ أنت ماذا بك تريد فتح الصندوق؟ لقد رأيت باربي وتشيلسي بالداخل أيضا. اذهبي اذهبي. ساعدوني ساعدوني. لا تقلقي سوف أساعدك. كيف وجدتمونا؟ لقد رأتنا جابي، هيا بسرعة. حسنا هيا احمليني. انت ثقيلة يا نايومي. هيا احمليني اركضي. باربي ساعديني. هاي تشيلسي، تشيلسي لا تشيلسي. بسرعة هيا اركبي، هيا بسرعة. ساعدوني. لا يمكنني ركض كل هذه المسافة. ها تشيلسي في خطر، سوف اخذ اسرع سيارة لدي. لقد قفزت من السقف، يبدو انها ماتت. لا يا كلير، سوف تنخطفين معها. وقت الانطلاق. تشيلسي ساعديني. اخيرا وصلنا لمحطتنا، هيا انزلي الفتاة. حسنا. ماذا؟ فشلت خطتي مرة أخرى. كله منك أيتها الغبية. لم أفعل شيء، هي هربت. منك، أنت لم تربطيها جيدا بالتأكيد. كنت ربطتها جيدا. لا مشكلة، سوف أخطفها مرة أخرى. لكن لا أعرف أين ذهبت، ربما في السنة القادمة. يا أمي، لا مشكلة سوف نجدها. لم أقدر بأن أركض خلف السيارة، كانت حقا سريعة، أنا آسف. يعني ليس هناك أمل. بلى هناك. تشيلسي؟ أمي، لقد أنقذتك. عزيزتي تشيلسي. أخيرا تشيلسي. شكرا يا كلير، نحن حقا ممتنين لك. كل الفضل يعود إلى الله، وثم هذه السيارة الصفراء. أراكم لاحقا. كلير انتظري. ماذا؟ سوف تبيتين عندنا الليلة. حقا؟ نعم، سوف أخبر أمك. ياي ياي ياي، تشوف تبيت. ياي ياي. هل يمكننا أن
تضيف كل الأصدقاء معنا؟ نعم بالتأكيد. هي أصدقاء. يا إلهي. لا مشكلة، إذا كانت كلير تريدهم سوف نبقيهم. إذا عجبتكم الحلقة لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب. مع السلامة. ياي.